60 مقولة من أجمل ما قاله الحكماء عن الحياة. المغرور من الناس هو الذي ينظر إلى صنوف الحيوان والطير فلا يلمس فيها رابطة الحياة التي تؤاخي بينه وبينها. كلما حرم المجتمع من ممارسة الحياة، كلما زاد تعطشه لممارسة الموت. قال أحد الحكماء: أصحاب الغم والحزن في الدنيا ثلاثة: محب فارق حبيبه، ووالد ضل ولده، وغني فقد ماله. الحياة تستمر طالما هي مستمرة انفعالاتنا، وبدونها تصبح الحياة غباراً فحسب. الإنسان الذي لديه شجاعة خارجية يجرؤ على الموت، والإنسان الذي لديه شجاعة داخلية يجرؤ على الحياة. إذا كان لديك متاعب في الدنيا فلا تذكرها لأصدقائك وتضايقهم بها، بل اذكرها لأعدائك الذين سوف يسعدهم الاستماع إليها. هيئوا للأطفال ملاعب حيث يتكيفون فيها للحياة الصالحة تحت إشراف مرشدين أكفاء. علموهم بأن القوة التي تحكم العالم اليوم ليست هي قوة فرد إزاء فرد أو سيف إزاء سيف، إنها قوة العلم والصناعة والنظام. فمن فشل في هذه آن له أن يفشل في معترك الحياة، رغم ادعائه بالحق وتظاهره بالمثل العليا. تبدأ الحياة عندما نزيح جانباً الأنا الخاصة بنا ونفسح المجال لمحبة الآخرين. ينقسم الجنس البشري إلى نوعين من البشر: 95% منهم يعرفون أنهم ليسوا عظماء ولن يكونوا، ويقبلون موقعهم من الحياة ويستمرون في عملهم اليومي دون أسئلة كثيرة. وبقية 5% منهم لديهم إحساس محدد بأنهم ينبغي أن يكونوا عظماء، وقد لا يعرفون كيف يحققون ذلك، إلا أنهم ينظرون حولهم ولا يقتنعون ببساطة أن يكونوا مثل الآخرين. العقول المبدعة تبقى على قيد الحياة خلال أي نوع من أنواع التدريب السيء. لو أن أشواق أحدهم لم تلبى فلا تندهش، فتلك ما نسميها حياة. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى الأسفل لترى من ساعدك على الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. الإنسان عندما يفشل يزهد بالحياة الدنيا ولا يعود يفكر إلا بالآخرة كتعويض عنها. إذا لم تحاول أن تفعل شيئاً أبعد مما قد أتقنته فإنك لن تتقدم أبداً. مجالسة الصالحين تحولك من 6 إلى 6، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، من الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، من الكبر إلى التواضع، ومن سوء النية إلى النصيحة. الإنسان يمكن أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية. المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به،
ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. إن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار. خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. إن كانت النفس لا تبدو محاسنها في اليسر، صار غناها من مخازيها. لعله من عجائب الحياة إنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة، فإنك دائما تصل إليها. لا تقل أبدا أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين. لم يقذف بنا إلى الدنيا لنعاني بلا معين، بل إن كل ذرة في الكون تشير بإصبعها إلى رحمة الرحيم. حتى الألم لم يخلقه الله لنا عبثا، وإنما هو مؤشر وبوصلة تشير إلى مكان الداء وتلفت النظر إليه. قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. من يظلم يظلم ولو بعد حين، ومن قهر من لا يستطيع رد ظلمه عليه ضعفا وقلة حيلة، جرعته الحياة نفس القهر الذي جرعه لغيره، وربما أشد منه. والحياة كما يقولون ديون، قد يتأخر سدادها بعض الوقت، لكنها دائما واجبة السداد في الدنيا والآخرة. من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا. الرجل العظيم يكون مطمئنا ويتحرر من القلق، بينما الرجل ضيق الأفق فعادة ما يكون متوترا. إن عينيك ليست سوى انعكاسا لأفكارك. إن الاتصال في العلاقات الإنسانية يشبه التنفس لدى الإنسان، لأن كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. افعل دائما الشيء الصحيح، فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتنا بينما يندهش الآخرون. الحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أعطت فهو قليل. إن العالم دائما يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. إنسانا بلا هدف كسفينة بلا دفة، كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور. حقيقة الدنيا هي فقاعة تلمع بألوان الطيف الجميلة، ثم فجأة تصبح لا شيء. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب والقوة والفعالية والتأثير. إنما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأنه يتخطى كل شيء حتى الطبيعة. إن الاكتشافات والإنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من الأيدي. الوطنية لا تكفي وحدها، ينبغي ألا نضمر حقدا أو مرارة تجاه أيا كان.
إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة هو أحسن وأفضل نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف. الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينك فحسب، بل هو التكهن ماذا سيحدث في المستقبل. اغرس اليوم شجرة تنام في ظلها غدا. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك لكي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.